السلام عليكم. نعم مرحبا، اوامر يا حبيبي انت وياه. ما يمر عليك ظالم، بس نبغى كيلو لحم، كيلو لحم بس تكون لحمه حمراء. ايوه. وانت يا شعبان ابو حمدان ايش تبغى؟ ابو حمدان انت اللي حتدفع ابو حمدان. ايوه انا ادفع من عيوني، ابشر. ما انت سبب الوظيفه هذه والمكافاه هذه خلصنا منك له، الفطور قرب وانت قاعد ما ادري ايه وسوي الوظيفه، ما له علاقه انا يا حبيبي. خلاص خلاص، ابغاك تعمل لي 3 كيلو لحم وتقطعها اوصال اوصال وتحطها باكياس لحم بدون عذر، عارف ولا لا؟ بدون عذر. والباقي تعمله مفروم. ليه؟ قلت لي ليه؟ علشان السمبوسه. لا يا شيخ، كمان تبغى اطبخ لك اياها؟ كمان لا، خليني اطبخ لك اياها احسن. اقول لك معليش اسفين، ليش تعطيك اياها؟ ليش تعطيك اياها؟ اصل ام فاطمه ايوه تاخذ اللحم وتحطه في القدر وتستنى عليه لما يستوي، تستنى عليه لما يستوي، تستنى، تيجي تطالع ما تلاقي الا مرقه، تطالع ما تلاقي الا مرقه، تدور في المرقه ما تلاقي الا يا لحم بدون عظم يا لحم زي الخشب. علشان كده يحطوا في 3 اكياس، كيسين ليا وكيس لك. كيسين ليه؟ 3 اكياس كمان؟ يعني كيسين لنا وكيلو لك كامل؟ قلت لي ليه؟ يا عمي خلصني منك، لو لا اخلص عليكم الـ3 وعنك محل الطلي هذا. يا عمي خلصنا. لا تعلق ولا لا لا، خلاص سوي 3 كيلو 3 كيلو. طيب 3 كيلو 3 كيلو، خلاص 3 كيلو. ايش هذا كله عظم، هذا مو لحم. هذا يا ابوي هذا مو لك، لا تفلسف كثير، هذا خويا فايق لك. انا مع السلامة انت يا حبيبي، دخلنا بعد ما تبيع. خلاص الحين يلا مع السلامة. اظن الحين يلا ما جيت اللحم اللي اللحم اللي لخويي حيكون زي اللحم اللي ليا. وبعدين اسمع، تعال اضرب حسابك انه ابو حمدان هو اللي حيحاسب وهو اللي حيدفع هذا اللحم. وبعدين اقول لك حاجه، تخش في رمضان اللي ما تخاف الله، انت ما تخاف الله امانه وتخش في رمضان. انا اخش في رمضان؟ انا حرامي؟ يا شيخ استحي يا شيخ، استحي انزل بحدك يا اخي. خلاص هدي نفسك، هدي نفسك شعبان. انت تحترم نفسك وتسيبك الغش في رمضان. عيب عليك يا شيخ، استحي يا شيخ. يا عم شعبان هدي نفسك يا عم جزار. يا عم جزار اقول لك ابعد عني، خليني اشوف ايش بسوي. انا غلطان يا شعبان. اول مره بفطر مع عيالي في رمضان يا اخي، حرام عليك يا اخي، حرام عليك. اقول لك سيبني. خلاص ابغى اللحمه حقتي. لا خلاص ناخذ اللحمه، بس هدي نفسك. ما اقول لك نشوف لنا جزار ثاني، نشوف لنا جزار. ما تروحوا من هنا يا ولد، انت ويا تعال يا ولد. ما حد يخرج من هنا. اللهم اني صايم. يا وصي يا توفى. يا اي شيء. اكفش ابو حمدان، تكشيت يا ابو حمدان. انا شعبان، ابو حمدان وراك. ابو حمدان خوفتني يا شيخ. الحمد لله. لا 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 لا، اسمح لي اسمح لي يا شعبان، ما كانت لحظة. لولا تدخلك، لولا تدخلك انت وفرحان لكان فرمت لك هو زي اللحمة. كيف؟ قلت لي كيف؟ يا شيخ اسكت اسكت وتحمل الله العافية. اشو اللي معلقك محل الطالي ولا ما كان احد عرفك؟ يقدر؟ خليه يسويها وشوف ايش يسوي فيه. يشوف ايه؟ ده انا اللي شكلي ما حشوف بعد كده. الكلام مو هنا، الكلام هناك، عنده هناك. هناك ما كان فالح غير زعق ويصيح يبغى احد يفكه من الجزارين ومعاله كمان. هذا غير السواطير. سواطير سكاكين. اصغر ساطور قده. انا ما همني لا سواطير ولا مواطير، انا طليت عليه طله هو صبيانه، خليتهم يشردوا زي البسس. كيف؟ قلت لك كيف؟ بس 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 بلا بسس بلا كلام فاضي. انت فعلا خير، بس سوي لي اعلانات، احسن جزار، افضل جزار، افضل لحمه وصاحبي. انا ما قلت احسن جزار ولا لا
صالح قلت. لا ما قلت. لا قلت. انا ما قلت. انت بتكب علي ولا ايه؟ خلاص قلت. بس انا كان قصدي انه احسن جزار. كان صاحبي. وكان احسن جزار يعني. بس خلاص خلاص ريحني. اقول لك امشي. امشي امشي امشي. امشي. ابو حمدان. واللحمة. يا رب الرحمة. يا رب الرحمة. اقول لك انا عندي جزار تاني. بس هذا احسن جزار. وصديقي وحبيبي. بس من غير كان. لا كان ولا مكان ولا زمان يا الله يا فرحان. واللحمة اللي عزمتني عليها كانت لحمة. وكان تدل على حدث في الماضي. خلي بالك كده ما حنلحق نفطر. انا جاتني فكرة. نفطر ركز بالتلفون. ايه تلفون؟ انا افهمك. مطاعم الوجبات السريعة تطلب اكلك بالتلفون، تعطيهم عنوانك ورقم تلفونك والبيجر حقك، يجيبوا لك طلبك لغاية عندك في البيت. تيك اوي. اسلوب حضاري متقدم يا ابو حمدان. لا رايك رايك يا شعبله. والكلكلكلكوي هذا حقك هذا يعني كده ببلاش؟ بلاش يجيبوا لنا اكل؟ لا ما انا حقول لهم على حسابك. اللهم اني صايم يا اخوانا. خلاص ما يصير زي كده. خلاص يا شعبان يا ابو حمدان ما بقى على المغرب شيء. خلينا نروح البيت. خلاص خلينا نروح. بعدين لا تنسى انه حنان لوحدها في البيت. صدقت يا فرحان. احنا لازم نتصرف، نروح نشتري أكل جاهز أو نروح لمطعم، وخصوصاً إنك مستلم مكافأة. واللحمة خلاص طارت. شايف المطعم اللي هناك؟ مشهور بالأكلات الدسمة. أكلة دسمة تاني زي اللي أكلناه عند الجزار؟ لا هذا مطعم مجرب ومشهور. المهم التلفون. المطعم ده فيه تلفون؟ طبعاً. ليه؟ قلت لي ليه؟ لأنه ما في مطعم من غير تلفون. اللهم إني صايم. يلا نلحق كمان نتصل في حنان ونطمن عليها. يلا يا فرحان. ابو حمدان تعال. الو السلام عليكم. ايوه حنان كيف حالك؟ لا الحمد لله احنا طيبين بخير ما فينا شيء. لا بس كنت بقول لك افطر انت لا تستنين على الفطور. لا خير ما في شيء لا تخاف. لا بس اصبر عمك شعبان معانا. اقول لك خذي كلمي فرحان امسك. الو ايوه حنان كيف حالك؟ تمام الحمد لله. مين معك؟ فاطمة بنت شعبان؟ شعبان ولد ابو شعبان، وهذا جاري وحبيبي ابو حمدان. شعبولنا يا حبيبي. احنا جايين نفطر ناكل، ما احنا جايين نتعرف. معك حق. ها ايش عندك؟ وريني لسته. بنته مشرف عندنا في البيت. بتسلي حنان في وحدتها وتضمن لقمتها. اسمع، ابغى عصير ليمون وعصير قمر الدين، وابغى سمبوسه وشوربه، وابغى رز صياديه، وابغى ورك دجاج ورك كده مشوي، وابغى سيخيه كده اوصال، وابغى معصوب صحن معصوب على كيفك، وابغى سلطه خضار. ليه؟ قلت لي ليه؟ لانه الخضار مفيد مع الفطار. يا عم شعبان هي بطنك قد كده ما تستحمل صحتك بالدنيا. لا تشغل بالك، اكل اللي اقدر عليه والباقي للاولاد والام الاولاد. لا حول ولا قوه. يا ابويا جيب لنا بالله صحن شوربه حب وكاسه لبن وكاسه تمر هندي وكاسه ليمون. وانا نص اللي قال عليه، بس انتبه للوزن. زعلان ابو حمدان من حكايه الجزار؟ وازعل ليه؟ لا يهمك انا اوديك لجزار ثاني واحسن منه. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، كفايه علي جزار واحد جاب وجزار. اكيد انت زعلان من حكايه الدم، ما هي كلها طالعه من ذمتك. عند اللحم حتدفع وعينها حتحاسب. كل واحد. قلت لي ليه؟ في الحقيقه ابو حمدان ترى الحركات هذه ما تمشي علي. تقول لي الفلوس ضاعت، تقول لي الفلوس نسيتها، تقول لي انسرقت، ما صدقت. يا ابو شباب حمدان، يا ابو شباب خلي لسه على ما نفطر صلاة ولا كاسة عصير حتى.
أقول يا شيخ لو سمحت طال عمرك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لو سمحت أنا مسوي عملية الكلى وكل يوم والتاني الكلى تحتاج لغسيل، وأنت عارف يعني مصاريف العلاج، وأنا ظروفي المادية تعبانة والله يا ظروف العلاج. خلاص خلاص خلاص، خذ خذ خذ. الله يسر علينا. إيه ده 10 ريال؟ شايفني بشحت منك؟ انا مقدم لك ورقه طويله عريضه واقول لك كلى ومصاريف علاج، تقوم تديني 10 ريال؟ انا ما اخذ اقل من 500. حبيبي انت مو طلبت مساعده؟ هذه العشر ريال مساعده. وهي العشره مساعده؟ ما في انسانيه؟ ما في شفقه؟ ما في رحمه؟ يرحم ايام زمان لما كان الواحد يجي هنا يجي هنا. يعني انت؟ ايوه انا مو من هنا، انا من هناك. كل سنة أتحمل مصاريف تذاكر وعلاج وأولاد. لحن أنت بتضرب مشوار كل سنة من هناك وتجي لين هنا عشان كده؟ لا عشان أتعالج. بس ما شاء الله تبارك الله ما أنا شايف فيك شيء. أهو توب مشلح وعريس. أهو الورقة قدامك والتقرير قدامك. وهذا ما تنقري دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نسوي فيها دحين دي؟ ايش نسوي فيها دي؟ لا تنقري ولا تنكتب ولا تنشاف. اهو زي ما انت شايف. اقول لك انت روح وشوف لك شغله وترزق الله عند زورتك. يلا خير تبارك الله. شوف لك شغله بدل ما انت واقف زي كذا. انت لو سمحت لا تتدخل، انا بكلم الراجل الطيب ده. انا بعدين لو تبغى تتدخل خليك وسيط الخير، الناس للناس برضو يعني. يعني انت مصر على 500؟ كل الاصرار. أقول لك هاي هات العشرة. لا طالع هات العشرة. هذه العشرة. هاي أبويا أمسك الدرب. قبل لا أجيب لك حق مكافحة التسول والجراد والدبان. يلا هاي هاي. الله يسامحك كده. طيب أبويا هات الفلوس حقتي وخليني أتوكل على الله، ما أبغى منك شيء. أقول لك هات باقي 500. يعني تديني 100 ريال؟ أنت هات باقي 500. وهذه 400. وهذه 400. تفضل. يلا أنت وموسى والعيال. استلم الدرب هي. وال500 ما كانت معاك 400 ريال، انت مصمم على 500. هات 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 يا فرحان. ابويا خذ فلوسك وروح من هنا احسن لك وبسرعه قبل لا انادي لك الشرطه. هي ابوي هي. الله يسامحك انت باين عليك راجل طيب يا عمي. الله لا يبلاك. اديني فلوسي واديني ال 400 وال 10 حقتي وخليني اتوكل على الله. ال 10 حقتك؟ ايوه حقتي. الفلوس اللي في يدك دي حقتي، وال 10 اصبحت حقي حلالي. الله يرضى عليك. الله لا يبلاك. حل عني واحسن لك وبالطيب. انا متمسك بحقي. الله فلوسي يا عالم الحقوني، الراجل سرقني. اقول لك استحي على وجهك شوي. استحي يا اخي طول بعرض بهيبه على قول فرحان اخوي عريس. شك اللي يشوفك يقول عريس. يا اخي روح اشتغل شغلانه ترزق الله. روح اصرف على اولادك واصرف على نفسك من مال حلال، وانت كده زي التور وقاعد تشحت. ايش رايك ابو حمدان الفلوس دي ناخذها ونديها للفقراء والمحتاجين؟ في ناس احق منه بغى ياخذوها ومحتاجين لها اكثر. لا فلوسي حقي. بس في اللي احق منك. الناس اللي بتديك الفلوس هذه يمكن يكونوا هم محتاجينها وبيعطوك هي عشان ينالوا الاجر والثواب، وانت بتجي حضرة جنابك وتسرقها من جيوبهم. يا اخي ما يصير. حرام حرام اللي بتسويه هذا. طيب هات فلوسي وما ابغى منك شيء. يعني اخر مره وترجع بلدك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا عمي هات فلوسي وخليني اتوكل على الله. يا ابو حمدان انا من رايي نسلم للشرطه بتهمه التسول والتزوير. تزوير؟ ايوه تزوير. الحين ايش ضمننا ان الورقه هذه صحيحه؟ واي واحد يجيب لي ورقه خلاص صدقه كده وادي له اللي يبغاه؟ يا عمي انت باين عليك راجل طيب. الله لا يبلاك. اعطيني فلوسي وخليني اتوكل على الله. لا لا يا حبيبي عشان تروح عند غيرنا وتنصب عليه. يا شرطه يا شرطه. هذا الحاله شوف ظاهرة سيئة. يا لطيف يا لطيف من الظواهر السيئة. ابو حمدان لو خليتني امسكه واوديه للشرطة. ايوه معليش يوقع في يد واحد ثاني ويكرفتوه ان شاء الله وباي باي على بلده ان شاء الله. سلام. هتكون احلى كبسة اكلها ابو حمدان وفرحان. هياكلوا اصابعهم وراها. ولمين ايش ياكلوا اصابعهم؟ ليش يصيروا من دون اصابع؟ اقوم احضر السلطه وان شاء الله كمان تكون السلطه احلى سلطه. والله شاطره يا بنت يا حنان. حيتفاجئ ابو حمدان بالكبسه. يا امي اذا ما كنت علمتيني الطبخ وخصوصا الكبسه
كان زمان ابو حمدان والف على المطاعم. فين ابوك يا بنت؟ انا عمك شعبان يا قليلة الادب. يا ساتر يا رب، خير يا عم شعبان؟ ليه كده؟ فين ابوك يا بنت ابو حمدان؟ راح اصلي الظهر. انت كدابه وقليله ادب، الناس صلوا الظهر من زمان ودحين دخل وقت صلاه العصر، تكذبي كمان يا قليله الادب؟ اولا انا ماني قليله ادب، ثانيا ابويا وفرحان متعودين يصلوا صلاه الظهر في المسجد ويجلسوا يقرأوا قران الين صلاه العصر، ومن صلاه العصر يرجعوا البيت خصوصا في ايام الاجازه. وبعدين عيب تقول علي قليله ادب، انا زي بنتك بالضبط والحمد لله ابويا رباني احسن تربيه. وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله هذا، انت صايم يا عم شعبان. والله عال انت يا حتك مفعوصه تعلميني الصح والغلط. والله كان ما ابوك مربيك لا اكون انا مربيك يا بنت ابو حمدان يا قلت الادب. طب ايش اللي حصل يا عم شعبان؟ فهمني. اسمعي، اول ما ابوك يجي يتصل بيا، سامع يا حنان يا بنت ابو حمدان؟ الله يسامحك يا عم شعبان واغفر لك. اخرسي اخرسي يا حنان يا بنت ابو حمدان يا قلة الأدب، والله لا أوريكم من هو شعبان. بس أنا إيش سويت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني صائمة، الله يجيبك بسرعة يا أبويا. يا شعبان 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 امين سالم ولد ابو سالم. ايوه ايش بك يا شعبان لما شفتني كده وجهك انقلب؟ يعني دحين انا اكلمك وجهي مقلوب؟ شعبان الله يسامحك، بس عشان اخر الشهر وتبغى تفوق ما تبغى تدفع الايجار. ها افا انا اجل انا اخويا انت باتز يا سالم اخويا، انا امر بظروف اقتصاديه وماليه سيئه جدا. مسكين يا شعبان، انت تمر بمشاكل اقتصاديه، انا لو اسمع انه العالم كله بينهار في الاقتصاد الا انت ما اصدقك يا شعبان. ليه حبيبي ليه؟ وانا ماني زي الناس اتاثر بالعوامل البيئيه، معرض للتصحر، معرض للجفاف، معرض للطفر. بعدين على ايش الهلال هذه كلها؟ على شويه هلل؟ طيب يا اخويا يا شعبان لما هم شويه هلل ما تدفعهم وتخلصني. انا ما قلت لك حاجه بس قصدتهم عليا. اقصدهم ليه يا اخويا؟ انا فاتح مؤسسه حق سيارات، وبعدين على فكره انا باقي لي عندك حق سنتين ما دفعته. وايه يعني؟ مو انا بدفع كل 3 شهور 500 ريال وقبل 3 شهور معطيك 500 ريال؟ الحساب منتهي خلاص. اللهم اني صايم. شوف يا شعبان، انا شفت ناس كتير وتعاملت مع ناس كتير، لكن واحد زيك عمري ما شفت. ليه؟ قلت لي ليه؟ شوف يا شعبان، ترى الشهر ده آخر اندار، إن مديتني الإيجار حيكون في كلام تاني، سامع؟ يا راجل قول إن شاء الله، يا من يعيش، هدي نفسك، خذ الأمور بسلاسة. بإيه؟ بسلاسة، بدون تهور، يعني ببساطة، وخصوصاً إني أقول لك هات 500 ريال. تاخذ مني 500 وترجع لي بعدين؟ ليه؟ حسب الاتفاق. اي اتفاق؟ وانا متفق معاك اني ادفع لك كل بعد 3 شهور 500 ريال. اللهم طولك يا روح،
روح يا شيخ، روح قبل ما تتهور. هذا اللي انا كنت خايف منه. اهدى يا سالم، مو كده، لا يطيح لك عرق ولا يكسر لك ضلع. قل لي ايش اسوي فيك؟ افرمك، احصرك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هدي نفسك، هدي نفسك، خذ الامور ببساطه. شوف خليك زيي، خليك ريلاكس، خذ الامور بسلاسه. يا شيخ حل عني بلا سلاسه، بلا اربع، بلا ثمانيه. ريلاكس ريلاكس يا سالم، مو كده، رغم اني انا قلبي يغلي من جوا. مسكينه فاطمه بنتي، حشاشه كبدي وننت عيني. سلامات، ايش بها فاطمه؟ حنان، حنان بنت ابو حمدان كسرت المكنسه على راسها. حنان حنان فاطمه بنتي مسكينه، اصبحت تخور دم، راسها شمس بدم. دم دم، اجل عصير توت دم طبعا. حنان، بس انا ما سكت لها، خليت ام فاطمه تتصل عليها وتحول لي المكالمه. تحول لك المكالمه؟ ايوه، علشان التلفون باسم خال العيال، وانا صراحه مركب سنترال في البيت عشان ما حد الجيران يزعجني، وحطيت في كل غرفه تلفون بدون ارقام. ليه؟ قلت لي ليه؟ طبعا حلال تتصل من عند الجيران، والجيران ما يتصلون من عندكم، والطبع واحد، وانت طبعا تاخذ وما تدي. ليه؟ قلت لي ليه؟ لانه الناس ما فيها خير، كل واحد يلا نفسي. الله يشفيك من اللي انت فيه، ويصبر جيرانك عليك، ويديني طولة البال عليك يا شعبان. هيا هات ال 500 ريال ثاني. ليه؟ هو انت رجعت في كلامك؟ انا ماني متفق معاك على اني اقسط لك كل 3 شهور 500 ريال، وانك تعطيني 500 ريال عشان اودي بنتي المستشفى. هي فاطمه بنتي، ما هي زي بنتك. اللهم الاعتراض، خلاص مر علي العصر المكتب وتعال خذ ال 500 ريال قدام يجيني الضغط منك يا شعبان. يا لطيف على بعض الناس، ليه قلتوا لي ليه؟ يا ساتر، قتلوا، ذبحوا فرحان. انتبه لفرحان. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، راح فيها ولدي، راح فيها اخويا، راح فيها، راح فيها، راح فيها. لا والله، لا والله، حاجه ما صار فول. اوف يعني، على كده ضاع علينا الفول والحبحب يا حبيبي. خير خير ان شاء الله، تلاقي حنان مسوي اكل في البيت، شيء معتبر اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهلها، بس يلا يا خلينا نلحق، خلينا نلحق يلا. زعلانة يا ماما؟ خير؟ ايش بك حنان؟ قلبتينا؟ لا ما في شيء، ما في شيء يا ابويا، استريح الاول وبعدين بعد الفطور احكي لكم كل شيء. حبيبتي الله يرضى عليك، يعني انا مثلا حقدر اكل ولا احط لقمه في فمي من غير ما تقولي لي؟ قولي لي ايش اللي صار، ايش في؟ عم شعبان اتصل بي وشتمني بالتليفون. ليه؟ ما ادري يا ابويا، ما ادري، لو ما ادري كنت ارتحت، لكن ما ادري ليش عم شعبان صارت معايا كذا. فرحان، روح نادي لعمك شعبان. اسكتي يا اخي، اسكتي اسكتي،
بقول لك سكت النفير حقك هذا وصوت الونانات ده عشان نعرف نتفاهم ونشوف الموضوع ايش هو. شوف يا ابو حمدان، انت جاري وحبيبي على عيني وعلى راسي، بس بنتك المتوحشة بنتك المتوحشة هذه تكسر المكنسة على راس بنتي هذا ما يرضي. ترى فاطمة انا اعزها واحبها لانها البنت البكر، وعز واحد من اولادي لانها بتقضي لي المقاضي وتري له. بس 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 متى صار الكلام ده؟ اليوم كسرت المكنسة على راسها اليوم. اليوم ما جات عندي نهائي، ده امس في الظهر جاي عندي تبى تاكل وتشرب، قلت لها حرام، قالت لي ما حد شايفني، قمت لها وروحي من وشي لاجيب المكنسة واكسرها على راسي وبس وخرجت. يعني ما كسرتيها على راسها؟ ابدا. غلطانة يا حنان. لا كسرتيها على دماغي يا كذابة. يا دماغي. بس بس يا شعبان خلاص. دماغي كله صاير صرف صرف خلاص، انا جاتني خليها تسكت. بس يا حبيبي انا ممكن بس. وبعدين يا اخي لما عرفت انه هذا الموضوع صار في الظهر، ما انا كنت هنا قبل الظهر، ليه ما جيت قلت؟ ليه ما قلت الموضوع ده كله؟ سؤال جميل ورائع. قلت لي ليه؟ شوف يا ابو حمدان، انا رحت البيت لقيت ام فاطمه وفاطمه في الغرفه جالسين على السرير، الام جالسه تاكل بنتها، انا انفجعت من الموقف هذا، المفروض فاطمه تكون صايمه، سالت امها ولقيتها جالسه يا عيني تبكي، ايش بها يا ام فاطمه؟ ما هي فاطمه ما هي صايمه. قالت انه بنتك كسرت على راسها المكنسه. انا غلي الدم في عروقي، غلي اي حاجه قدامي ابغى اكسرها. اتصلت بيك على طول لكن للاسف ما حصلتك. رحت فين؟ قول لي فين رحت. ها خلاص خلاص بس شعبان الله يرضى لي عليك، خلي البنت تروح عشان نقعد مع بعض احنا ونتفاهم. تروح؟ كيف تروح من غير ما ترد لها اعتبارها؟ وكيف تروح من غير ما نفطر مع بعض؟ احنا ما حنفطر عندكم؟ وبعدين على فكره زوجتي شمت ريحه المطبخ عندكم وقالت انه بنتكم حنان اكيد عامله كبسه باللحم. اسمح لي عم شعبان اوضح لك بعض الامور. تفضل ايها الولد المثقف. انت جيتني هنا بدون ما تتاكد او تتبين وزغلطت حنان، ما يصير كده. انت لازم تتاكد اول شيء وتتبين، هذا اولا. وثانيا يا شعبان انا بنت حنان متعود كل يوم اجي تحكيني ايش صار معها في اليوم ده كله، وامس حكت لي اللي صار وقالت لي انها كانت ناويه تضربها لكن ما ضربتها، وبصراحه انا اثق في كلام بنتي. وانا لا اثق في كلام بنتي لانها تكذب وهي تكذب لتتجمل. خلاص صافي يا لبن، وانا مش زعلان، وعلشان اثبت لك انه انا ماني زعلان انا وافقت اني افطر معاكم اليوم انا وبنتي. يا هلا بك ويا مرحبا بك يا شعبان، وانت عارف بس بصراحه انا زعلان منك. يعني كمان ما يصير انت بس تقول لك حاجه زي البصوره تجيني. انا غلطان انا واني اخذت بنتي ورحت على الشرطه عدل وسويت محضر وسين وجيم وسحبتك انت وبنتك على السجن علشان اعرف كميه الدم اللي راح من راس بنتي. بس انا ما ضربتها، اكيد هي اللي ضربت نفسها. وانا كمان بقول كده. اشرب ريحه شيء من الحريق. حريقه؟ يلا بنتي نشرب، يلا روح من هنا. حريقه كبيره يا ابويا، يلا نشرب. شكلهم واحد جاي بالحبايب. احسن على الاقل نداوم اول الناس. لا اول مره يعني اذا كان لازم نجي من بدري. يا رجال احمد ربك، ليه اول مره تداوم بدري؟ اقول اكيد المدير وصل. ايوه اكيد طبعا وصل، هذا مدير يا حبيبي. عمرك شفت مدير جاب على موظفين؟ احيانا. يصير اكيد شعبان معاه يقول. مسكين تلقاه صبح عليه. اقول لك تعال نعرف ايش الوضع. يلا كالعادة. تيرين 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 تيرين. اه
ايش في؟ انا سامع صوت ضرب ضعيف. هلا يو شحمان قاعد يصيح بالله عليك. والله شكله اب ها ايه ايش ضرب بوكس. اي معليش ايوه ركبه. اي معليش والله لازم والله لازم من بعد ايه هد. انا اللي دعورت يو ها لا 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 ها قاعد يرجع فيه. بوكس وركبة وراس مرة واحدة. شويش والله قاعد يضرب فيه ضرب يا قاعد يضرب فيه ضرب. مسكين شعبة راح فيها. شعبة ها ايش الاخبار؟ والله اكيد ادحس لهم وقال امين. ايش سامع؟ الله يستر عليه. ايش سامع؟ سامع ضرب ضريب. يا الله لا لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. كل واحد على شغله يلا يلا كل واحد على شغله يلا. جاي يديك كسر يا حسين كسر ضلوعي من اليوم. تقول شعبان عند المدير عند المدير ولا هو عند المدير ولا شيء. بتتصنطوا يا شيخ عيب عليكم. من راقب الناس ما تهمن. انا لي حساب تاني معاكم بس لما نرجع. هذه مو المحل حق الشهامة. ما عارف ان الشهامة بس انت بسرعة كده استعجلت وقريت. انا عارف اقراها. بس صدق قراءتك صارت احسن من اول. ايوه طيب زمان انا صغير لما كنت في المدرسة كنت تمام في الحساب. في الرياضيات. ايه هي الرياضيات فلسفة عادي. هي نفسها ما فيها جمع وطرح وضرب وقسمة وفي حاجات كتير. برضو اسمها رياضيات. خلاص رياضيات لا تمتحنا عاد. يا ابوي ايش بقي انت ما تشوف؟ بغيت تفشفش كتفي. لا لازم معلش اسنا صايم. يعني صايم تفشفش في اكتاف الناس؟ معلش ايش تفشفش دي؟ فشفش ايش تفشفش؟ فشفش ايه؟ انت ايش بتضحك؟ بتفشفش ايش فيه؟ فشفش فشفش تفشفش لكل الناس تقول تفشفش ايش فيها يعني؟ ايش تفشفش هذا؟ يا اخويا ما يصير الله يرضى لي عليك. صدقني كده كثير. يا اخويا ما اختلفنا انه التجارة والتاجر داين ومديون. الله يهدينا وياك. لا 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 كده كثير كده تأخرتوا كثير. نعم انا بلغت مندوبنا الجديد ابو حمدان. لا 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 هو في الطريق اليك. ايوه نعم. لا بس هو يمكن تأخيره انت تعرف يعني ما يعرف البلد لسه يعني. ايوه لا لا جديد اي نعم يعجبك ان شاء الله. الله يرضى لي عليك لو سمحت ما تتأخر. نعم ما هو انت عارف الالتزامات اللي علينا. نعم يعني انت خارج الآن ولا بعد نص ساعة؟ اها الآن عندك اجتماع يعني؟ خير ان شاء الله. لا لا ما هي مشكلة إذا نعمل شيك للسكرتير وخليه عنده. أها لو سمحت الله يرضى عليك اتصرف لي. شكرا جزيلا شكرا إن شاء الله ما أكرر. إن شاء الله مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل الشهامة ليمتد ترحب بكم. ليمتد مين معاي؟ السكرتير الأول للشهامة ليمتد. الله يسلمك ما تقصر. مين الأخ ليمتد؟ مين؟ حمدان بلا فضايح
ليميتد معناها نشاطها محدود وممكن يكون ممتد. فرحان. لا لا اسمه فرحان وانا ابو حمدان. اقول الله يرضى عليك. المدير موجود؟ المدير عنده اجتماع. انا السكرتير الاول واقدر اخدمك باي حاجه. اي طبعا تقدر تخدمني. اقدر اقول لك تقدر تستريح. تقدر تشوف لي موضوع الفاتوره هذه؟ اقدر. وكل شهر تقدر تاخذ راحه. ايوه تقدر. ايوه اقدر. ايوه كل اللي هي تفضل. اقدر وبكل شهامة وكل احترام. واقدر اقول لك انتظر شوية. طيب انا كمان اقدر بكل شهامة. ليه؟ عطفش هيا جاوب. اقدر اقول لك وبكل احترام وشهامة. الشركة الشهامة ليمتد بتمر بأزمة مالية كبيرة جدا يا اخوي. المدير عامل اجتماع. عامل اجتماع مع جميع رؤساء الأقسام. عشان كده أقدر أقول لك تنتظرني شوية عبل ما أدخل الفاتورة هذه للمدير وأرجع لك تاني. إيه إذا شوية أقدر. أقدر. تفضل. أقدر أقول لكم شكرا. نقدر نقول لك مع السلامة. الشهامة ليميتد. هذه آخر مرة أسمح لكم بالاستهتار ده. المرة الجاية حيكون إنذار بالفصل النهائي وأرجو أنكم ما تضطرون أن نتخذ هذا القرار في هذا الشهر الفضيل. هذا حسونة هو اللي كان يقول للمراجع روح وتعال يمين ويسار راجعنا بكرة. أصل المعاملة ما كانت عندي. هو يا أبو هاشم هو هذا حسينه. من يوم جاء المراجع هو يقول له يمين يسار يمين يسار. هو وقال له وش قال له؟ قال له المعاملة عند حسونة. يعني كيف اتصرف معاكم؟ انتوا ما تستحوا على وجيهكم ما تكلحوا. انتوا عيال بلد المفروض انكم انتوا تكونوا احرص من اي شخص على العمل. انتوا ما انتوا حريصين على مصلحتكم؟ ما تبغوا تشتغلوا كويس؟ روحوا مع السلامة. وبعدين يا اخي انا مستغرب مين يبغى يشغلكم وانتوا بالتصرفات والسلوكيات هذه؟ انا اعتذر يا طويل العمر واوعدك باذن الله اني اكون عند حسن ظنك في المستقبل العاجل. وانت يا حسونه طال عمرك ابغاك تنقلني قسم ثاني. ليه؟ طال عمرك انا وحسين وشعبان ما نتفق قسم واحد وخاف نخسر بعضنا عشان كذا ابيك تنقلني قسم ثاني. هو اقتراح معقول. وانت يا حسين؟ انا طويل عمر بصراحة بين يدك اللي تبغى تسويه سويه بس تبعدني من شعبان هذا والا بصراحة خلاص انا اتصرف بس اسمع انت وهو قبل لا يصدر اي قرار. ما ابغى اي مشاكل مفهوم؟ سم ها؟ الو ايوه ايوه ابو حمدان ايه طيب ايه يعني انت دحين في مكتب الشهامة؟ طيب اها المدير عنده اجتماع؟ يا ابو حمدان طب اهدى يعني الاجتماع لمتى؟ مصيره يخلص. انتظر شوي ابو حمدان الله يهديك يا ابو حمدان من غير انفعال او اشتعال.